بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي الأعزاء. في هذا الدرس راح أتكلم عن مكمل غذائي يسمى بالألفا ليبويك أسيد. راح أتكلم كيفية وآلية عمل هذا المكمل في الجسم. في كثير من الفوائد لهذا المكمل الغذائي. بعض الدراسات تذكر بأنه مضاد أكسدة جدا ممتاز، وكذلك بعض الدراسات تذكر بأنه جدا ممتاز في تحسين حساسية الإنسولين. في الدروس السابقة تكلمت كثيرا عن معنى حساسية الإنسولين ومقاومة الإنسولين، وتكلمت آلية عمل هرمون الإنسولين في استقطاب الجلوكوز إلى داخل الخلايا. في هذا الدرس راح أتكلم عن الألفا ليبويك أسيد في هذا الجانب، في هذا السياق، بأن الألفا ليبويك أسيد يساعد الإنسولين في امتصاص الجلوكوز من الدم. المكمل الغذائي موجود على عدة هيئات، ممكن يتكون من جرعات مختلفة. في كثير من الدراسات تتكلم عن جرعات تتفاوت ما بين 200 ملغرام 100 ملغرام إلى جرعات تصل إلى 1200 ملغرام في اليوم. تظهر الدراسات بأن الألفا ليبويك أسيد فعال في تحسين مشاكل مصاحبة لمرض السكر مثل البريفيرال نيورابيثي، مشاكل الأعصاب، الاعتلال العصبي الذي يصيب أطراف مرضى السكر من النوع الثاني. شلون يتكون، شلون آلية فعل الألفا ليبويك أسيد؟ قبل لا نتكلم عن آلية الألفا ليبويك أسيد لازم لابد من مقدمة نشرح فيها كيفية عمل الأنسولين وكيفية امتصاص الجلوكوز إلى داخل الخلية. احنا عندنا مثال هذا لخلية عضلية، هذا غشاء الخلية، هذا السيل ممبرين، هذا السيل ممبرين، وكذلك عندنا هذا المستقبل، هذا المستقبل للانسولين او ما يسمى بالانسولين ريسبتور. شرحنا في السابق وقلنا ان الانسولين ريسبتور يتكون من 2 سب يونتس، الفا سب يونتس وبيتا سب يونتس. هذا البيتا سب يونتس اللي باللون بني، وهذا الالفا سب يونتس. الالفا سب يونتس يكون خارج الخليه، اتجاهه الى خارج الخليه الى مجرى الدم، والبيتا سب يونتس هو يكون اتجاهه داخل الخليه. إذا ارتفع سكر الدم عندنا هذا الجلوكوز، إذا ارتفع سكر الدم الجسم عن طريق البيتا سيل، الخلايا البيتا في البنكرياس يفرز الأنسولين. وظيفة الأنسولين أنها تساعد الخلية على امتصاص الجلوكوز إلى داخل الخلية. إلى داخل الخلية شلون بنحاول ندخل الجلوكوز إلى داخل الخلية؟ هذا الجلوكوز عن طريق هرمون الانسولين. هرمون الانسولين طبعا الانسولين راح يجي ويتوجه مباشره الى المستقبل الخاص فيه، تصير عمليه فوسفوريليشن في هذه المنطقه عن طريق بروتين تايروسين كاينيز، انسولين تايروسين كاينيز. وبالتالي في عندنا شغله هنا تسمى عباره عن مثل ادابتر يسمى بالانسولين ريسبتور سبستريت 1. هذا الانسولين سبستريت يستوحي انزيم اخر، هذا الانزيم او بروتين اخر، هذا البروتين هو اللي راح نتكلم عنه والاساس وجدا مهم، يسمى بالفوسفو ايناسيتايد 3 كاينيز اللي باللون البنفسجي. هذا الفوسفو الانسيتايد لما يصير له اكتيفيشن راح يسوي اكتيفيشن لشغله ماده تسمى بالبيب 2 او ما يسمى بالفوسفور تيدل انسيتول داي فوسفيت. يسوي اكتيفيشن للفوسفور الفوسفور تيدل انسيتول داي فوسفيت ويحوله الى يعني من فعال الى من غير فعال الى فعال. فاذا صار فعال يتحول الى بيب 3، فاذا بيب 2 غير فعال بيب 3 فعال. فالفوسفو ايناسيتايد 3 كاينيز يسوي تفعيل للبيب 2 ويحوله الى بيب 3 فوسفوتيدل ايناسيتال تراي فوسفيت. البيب 3 بعد ذلك تسوي اكتيفيشن لبروتين كاينيز اخر يسمى بالاي كي تي، بروتين كاينيز بي. هذا البروتين كاينيز اي بعد ذلك راح يساعد على عمليه ترانسلوكيشن للجلوت 3. احنا كنا نعرف ان البروتين الناقل
للجلوكوز يسمى بالجلوت 4 اللي هو هذا باللون البنفسجي، فهذا يسمى بالجلوت 4. فإذا المراحل اللي راح يمر فيها عملية امتصاص السكر عن طريق هرمون الأنسولين هو تفعيل الـ IRS1 من أكتيف، من إنأكتيف إلى يعني من إنأكتيف إلى IRS Insulin Receptor Substrate Active. بعد ذلك الـ IRS1 شو راح يسوي بالـ PEP2 عن طريق طبعاً الفوسفوينوسيتايد فري كاينيز، راح يحوله من inactive اختصارا نحط N يعني inactive إلى PEP3 يعني active اختصارا نقول AC. PEP3 مثل ما قلنا راح يحول AKT من inactive إلى active، راح يحول AKT من inactive إلى active. طبعا الـ AKT بعد ذلك راح يفعل الـ AS160 مادة، الـ A160 راح تسوي translocation نقل للجلوت 4. الجلوت 4 موجودة في vesicles داخل الخلية متجمعة، راح تنتقل الجلوت 4 إلى جدار الخلية. أكثر من الجلوت 4 راح يعني حتى هنا راح يصير عندنا جلوت 4 وهنا أيضا جلوت 4، فراح الجلوكوز يدش من خارج الخلية إلى داخل الخلية ويدش في عملية الجلايكوليسيس اللي هي عملية أكسيد الجلوكوز أو الكربوهيدرات. طيب في كل هذا اللي شرحناه وين الألفا لبويك أسيد؟ الألفا لبويك أسيد بكل بساطة يدش في هذه العملية من اتجاهين حسب ما تظهره بعض الدراسات، يدش في عملية أكتفة لمسارين two pathways. المسار الأول هو عن طريق تفعيل الـ AKT يحوله من يساعد على تحويل الـ AKT من inactive إلى active. طبعاً قبل هذا راح يكون مفعل الفوسفوينوسيتايد 3 كينيز والفوسفوينوسيتايد يتم تفعيله إلى هذا وهكذا. وكذلك عن طريق تفعيل مسار آخر يسمى بالـ P388 MAPK. هذا البروتين يقوم بتفعيل للجلوت 4. فإذا نحن عندنا مسارين، أول شيء مسار يحاول نقل الجلوت 4 إلى الخلايا إلى جدار الخلية، ومسار آخر هو تفعيل الجلوت 4. فعندنا إحنا الليبويك أسيد، الليبويك أسيد له مسارين، هذا المسارين راح يؤدون في النهاية إلى ستيميليشن في الجلوكوز أبتيك، راح يسوون عملية امتصاص للسكر. طبعا زيادة وتحسين امتصاص السكر من الدم إلى داخل الخلية هو ما يسمى بتحسين حساسية الأنسولين، وصعوبة دخول السكر إلى داخل الخلية هو ما يسمى بمقاومة الأنسولين. فإذا الشخص قلنا عنده مقاومة أنسولين يعني عنده خلل في هذه العملية، هذه المسارات والعمليات في واحد منها يكون فيها خلل، وإحنا شرحنا مقاومة الأنسولين في دروس ماضية. إذا صار في خلل فالسكر فعملية انتقال الجلوت 4 إلى جدار الخلية يكون في صعوبة أو قليل، فبالتالي راح يسوي مقاومة الأنسولين، فالسكر ما راح يدش إلى داخل الخلية. الليبويك أسيد يزيد من حساسية الأنسولين ويقلل مقاومة الأنسولين عن طريق المسارين، المسارين هذول يؤدون إلى ستيميليشن في جلوكوز أبتيك. المسار الأول أول شيء عن طريق تفعيل للفوسفو اللي إحنا تكلمنا عنه الفوسفوينوسيتايد 3 كينيز اللي باللون البنفسجي، وبالتالي الفوسفور إنوسيتايد 3 كينيز راح يسوي عملية اكتيفيشن للبروتين كينيز بي، والبروتين كينيز بي راح يسوي ترانسلوكيشن. ترانسلوكيشن يعني راح يساعد على نقل الجلوت 4 إلى جدار الخلية. والمسار الآخر عن طريق الـ P38 أو الـ P38 ميتوغن اكتيفيتد بروتين كينيز، فالـ الماركي اختصار لميتوغن اكتيفيتد بروتين كينيز، فسوي تفعيل لهذا البروتين الكينيز، وبعد ذلك البروتين كينيز راح تسوي عمليه الجلوت 4 اكتيفيشن، يفعل يسوي اكتيفيشن للجلوت 4 ومن ثم راح يساعد على امتصاص الجلوكوز. فهذا هو ببساطه
فائدة الألفا لبوك أسيد. معلومات عامة، اللبوك أسيد طبعا في كثير من الدراسات تنقل بأن كانت الجرعة الدوسج كانت ما بين، يعني إذا بنتكلم في كل الدراسات، ما بين 100 ميلي جرام إلى 1200 ميلي جرام. طبعا غالبا 1200 ميلي جرام تكون موزعة على اليوم، ما تكون كلها مرة واحدة. وكذلك 100 ميلي جرام هذه تكون في الجرعة الواحدة، فإذا قلنا مثلا إذا ثلاث مرات في اليوم راح تكون الجرعة 300 ميلي جرام في اليوم per day. كانت بعض الدراسات تعطي الألف لبوك أسيد مع الوجبات، سواء كان قبل الوجبات أو بعد الوجبات. في هنالك أيضا نوع آخر من الألف لبوك أسيد يسمى بالآر لبوك أسيد. الفرق بين الآر والألف لبوك أسيد أن حسب الدراسات تظهر بأن الآر لبوك أسيد أفضل فعالية، أفضل امتصاصا من الألف لبوك أسيد. فإذا أنت تأخذ من الألف لبوك أسيد مثلاً 200 ميلي جرام، في الآر لبوك أسيد تحتاج 100 ميلي جرام. تقريباً هذا الكلام حول الألف. من فوائد الألف لبوك أسيد طبعاً مثل ما قلنا لمرضى السكر، بعض الدراسات تظهر بأن أيضاً بما أن هذه العملية تحسن من حساسية الإنسولين، فبشكل غير مباشر قد يؤدي الألف لبوك أسيد بزيادة نزول الوزن، بتقليل الوزن. بمعنى ان اغلب الدراسات لما تتكلم ان الالفا لبوك اسيد يساعد على نزول الوزن، بمعنى ان اذا عطوا مجموعتين من الاشخاص نظام غذائي، المجموعه اللي تاخذ الفا لبوك اسيد تنزل بمعدل اكثر من المجموعه اللي ما تاخذ. مثلا اللي خذوا نظام مثلا بدون الفا لبوك اسيد نزلوا 5 كيلوات، اللي خذوا الالفا لبوك اسيد نزلوا 7 كيلوات، وهكذا. هذا تمام الكلام في المكمل الغذائي الألفا لبوك أسيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.